خلوني كمان اتكلم بقى شويه على حاجه كويسه قبل ما اختم، لان ما بحبش طول الوقت كده الواحد يبقى بيتكلم على الحاجات السلبيه او الحاجات اللي بتضايق. يمكن احنا كنا اتكلمنا من في حلقه سابقه على وجود ثلاث مصريين كانوا بيتم تاهيلهم للسفر عشان يكونوا موجودين على سطح القمر، ودي من الحاجات الحقيقة الحاجات الجميلة، ان نبص نلاقي مصري موجود على سطح القمر، نشوف شبابنا، نشوف علم مصر العظيم. الشاب الجميل دوت هو عمر سمرة. عمر سمرة تم اختياره أول رائد فضاء مصري. زي ما حضراتكم شايفين يعني عمر طول الوقت أو طول مسيرته الماضية كلها كان معروف عنه أنه بيتسلق الجبال، وشفنا علم مصر بيرفرف فوق عدد من الجبال منهم جبل إيفرست، والحقيقة يعني حاجات جميلة وحاجات مشرفة. بنشوف شبابنا وبنشوف ولاد مصر فعلا موجودين في أعلى مكان في العالم، وهم ماسكين علمهم وماسكين رمز وقوة بلدهم. العلم اللي حضراتكم كنتوا بتشوفوا اللي بينتموا إلى أعضاء تنظيم المحظورة كانوا بيحرقوه، ودلوقتي بيحطوا فيه علامتهم الإرهابية وبيدنسوه وبيدوسوا عليه برجليهم وبيعملوا كل التصرفات البغيضة اللي هي أبدا مش بتخرج من مصريين بيحبوا بلدهم ولا أساسا يعني ينتموا للبلد دي. المهم عمر الحقيقة الحمد لله سافر وتم اختياره انه يكون من ضمن 22 فايز لهذه الرحلة الفريدة من نوعها طبعا. وطبعا زي ما حضراتكم عارفين ان دي كانت مسابقة كبيرة جدا وتقدم لها يعني الافات من المتسابقين، وطبعا كانوا بيمثلوا اكتر من 60 دولة. الحمد لله من المقرر بقى ان الرحلة الى القمر هتكون في سنة 2014، وهتصعد المركبة لارتفاع 100 كيلو متر فوق سطح البحر، والرحلة سوف تستغرق خارج الغلاف الجوي قرابة النصف ساعة ثم تعود مرة تانية للأرض. الحقيقة بنبارك لعمر سمرة، وإن شاء الله يا رب يكون عمر وكل المصريين وكل شبابنا وكل والبنات كمان، عايزين نشوف برضو البنات يكونوا برضو موجودين كده في محافل عظيمة كده بتليق بيهم وبوجودهم وبإن هم بينتموا لمصر الجميلة العظيمة إن شاء الله اللي جاية وهتطلع زي الصاروخ إن شاء الله. يمكن ده كان آخر خبر معايا، وزي ما قلت لازم كده نختم بحاجة كده إيجابية وبحاجة تدعو للتفاؤل، لأن إحنا مش عايزين بقى نفكر في أي حاجة وحشة، مش عايزين نشوف أي شيء يضايقنا ولا نسمع أي حاجة تضايقنا، عايزين نشتغل، عايزين نفكر في مستقبل بلدنا، عايزين نفكر في إن إحنا هننزل كلنا ونحشد كلنا للنزول للاستفتاء على الدستور إن شاء الله اللي جاي، عايزين ندي للعالم ونعلم العالم وندي درس كل الدنيا ان المصريين دايما وابدا هم اللي بيبهروا العالم وهم اللي بيدوا الدرس عالي وكبير ومهم لكل الدنيا عشان يشوفوا بلدهم ان شاء الله احسن بلد في الدنيا. بشكركم الحقيقه وقتي خلص، بشكركم، كنت معاكم النهارده انا سحر عبد الرحمن ونبض القاهره، واشوفكم ان شاء الله بعد بكره. شكرا.